مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام. أستاذة نغم بتسأل إن هي يوم الجمعة المقبل، ربنا يبارك في عمر حضرتك ويزيدك من فضله، إنها بتقول هتختم بالترتيب اللي هي ماشية بيه، هتوصل الجزء 20، وبتقول هل ينفع إن أنا أثناء الختمة أرجع أجيب الكهف على أساس إقامة السنة؟ أنا هقول بس قاعدة الأول وبعد كده أجاوب على السؤال بتاع حضرتك، عشان السؤال ده متكرر وحتى جاي على الصفحة كتير جدا، إنه الأولى مراعاة الترتيب عند الختم. أنا بفتتح ختمة وعايزة أراعي الترتيب، الأولى الأولى الأفضل نعمل كده، لكن ما فيش يعني مشكلة تترتب إذا أنا خالفت ذلك، ولا حرج زي ما قلت لحضرتك من عدم يعني مراعاة الترتيب لشرط إتمام يعني قراءة جميع السور والآيات. ده القاعدة اللي أنا افتتحت ختمة، الأولى الأفضل أمشي بالترتيب لغاية ما أختم، لأنه دي من الأعمال التي يحبها الله، الحال المرتحل اللي كلما حل ارتحل، كل ما يخلص رحلته في قراءة القرآن وإنه يختمها يرجع تاني يبدأ هذه الرحلة. ورعاية النظام ده سمت إحنا تعلمناه من الشريعة الغراء، لكن لو حصل إن أنا خالفت ذلك لا إثم على الإنسان القارئ يعني. طيب حضرتك انت واصله عديتي وصلتي جزء 20، وصلتي اكتر من كده شويه، وعايزه تجيبي صوره الكهف، انت ماشيه في ختمتك، ده موضوع، وان انا بجيب سنيه ان انا اقرا سوره الكهف يوم الجمعه ده موضوع تاني، يبقى دي ملهاش علاقه بالختمه اللي حضرتك بتعمليها، وهتفصلي الامرين يا صاحبه السؤال. انت ماشيه في الختمه اللي انت ماشيه فيها عادي بترتبها، وبتجيبي السنه الخاصه بيوم الجمعه وهي قراءه سوره الكهف، جبتيها يوم الجمعه، جبتيها ليله الجمعه كما تشاءين.